السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس تصلوا علي يوم القناطر في أرض الوقف في حزب أحمد سعيد. فإحنا دلوقتي عملوا في كوبرا عنده في البيت، فإحنا هنروح دلوقتي نشوف الكوبرا. أنا جبت قبل كده كوبرا من هناك كبيرة، هم الوقت اتصلوا عليا وقالوا لي هناك في كوبرا كبيرة تاني، فهنروح كده ونشوف. خليكم معانا احنا بقالنا ساعتين بنلف حوالين البيت. والله بقالنا ساعتين من قبل ما نكلمك كده. السلام عليكم. عايزين حرس ولا ايه؟ خش يا مصطفى. السلام. يابا يا اسطى عشان ايه؟ مش الصوره، الصوره تصورها. واحدة هي هناك هناك ولا هناك هنا؟ لما دور. لا ما انا قفلت الباب بقى، بس هي مش في الاوضه، بس دور من هنا وانت داخل. بص شفتها فين انت اصلا؟ بقول لك لما تيجي هنا الاول ايه شفتها فين اول حاجه؟ المشوار لفين انت؟ لا تخرب. لا ماشي. ايوه شفتها فين؟ شفتها فين؟ بص هناك لفين هناك يا رشوان. الله تسمع الصوت هناك، ده رفيع وصغير مساوي. لقيتها واقفه عليهم ووراتني صوتها بقى. شفتها؟ شفتها كبيرة. تمام ما خدتش نت الحاجات دي راجعه من فوق. لا انا ما دخلتش عندك تاني، بس هي داخله جديده لسه. انت رايح فين؟ نصيب عليك وعلى الكابو. لا منه خلي بالك، عندك كده في شوق فراغ. هي دي بس انا قفلتها من بره. هي موجوده عندي. موجوده ولا خرجت؟ موجوده. هي ممكن تطلع في السقف، ممكن تطلع لان في خشب هنا برضو. ما طلعتش من على الحيطان واحنا بره. انت كنت واقفين بره يعني؟ لا عم احنا بنلف، انا لسه قاعد دلوقتي اهو. هي تقريبا ضاق. ممكن تكون دخلت في الباكية التانية دي بقى لو ما لقيتهاش عندي. وقفوا بره بقى يا جدعان شويه. وقفوا بره يا مظبوط. دورت تحت الخشب انا يا ماما. ايوه دور انا. في خشب في الحمام اهو. فين الخشب ده؟ شكرا. ممكن كنت طلعت فوق. بيطلع فوق
فران هنا كبير قوي. ده فران هنا جاي. ده فران. يا دخلت ده فران جديد. واحد كلمكم وقف الفيديو كده شويه. وقف الفيديو شوفه كده. تعال تعال هنا كده. تعال الراحه يا احمد. شغل لف هنا ولا لف من ورا. هنا هنا تعال اهو في الزاويه اتحرك. ايه الزاويه الحمراء. خليك معايا امسك كده. بقول لك ايه اجري شوف البحر اتنفد. لا لا اروح اطمن. ما هو راح هو راح بس انا اصلا واقف في الزاويه دي على طول من بدري. طيب ماشي فاكوره يا عم هنا. لا ناحيه البحر. خليك خليك واقف. الارض مقفوله هنا. اجيب لك المنقره برضو. لا دي صغيره يا عم. صغيره يا يعني وسط. اوعي عرز عشان جاي. ايه يا عبله صغيره مش شرط العده تهنج. استنى استنى انت التليفون مكش في حاجه. بس اصبر اصبر ارجع ورا كده. ارجع لورا. عايز حاجه طويله تاخد الخرزانه دي؟ لا طويله قوي. طب اجيب لك ايه؟ جيبش حاجه. عظيم اسم. ماشي السمك والسماك سبحان من سمى. نروح اجازها بالكاف موت كلب مسعود. اذبحك هاي. اوعى اوعى. دي صغنونه. ده اكتر واحده بتموت بسرعه. دي صغيره يا عم رشوان. دي صغيره. انما اللي فاتت كانت كبيره قوي. انت خبطتها صورنا. انت خبطتها. لا ولا جت ناحيتها. لا متعوره هي مجنونه. والله ما جت ناحيتها. متعورة دي بقى ممكن يكون من جصوص الحاشا. لا لا والله ما جت ناحيتها. حسيت منك يا ولد. لا لا ما امسكها اذا كان هم طلعها من الجوه. هو هذا اللي بيقول لك ايه؟ انتبه بقى يا احمد. هي قرصة على فكرة. ايه؟ هي قرصة حاجة. مين قالك انها قرصة؟ ما دام في بطنها بقعة كده. لا دي ليه خبطة؟ والله ما حد خبطها. هي متعورة. خلاص يا احمد حطها دلوقتي عينها دلوقتي وشوف في حاجه ثانيه ولا لا. ماشي ماشي. مش دي اللي شفتها؟ لا مش دي اللي انت شفتها. امسكها كده وريني بطنها. من البطن ولا ايه؟ لا ده الترعه دي مليانه كده. لا كنت حاجه ثانيه والله. لا ابوك ازا دي بتاعه دي ولا ضاقه؟ دي انتهي. انتهي؟ معروفة يا عم. بايضة؟ يا عم وزي. عامل ايه؟ الحمد لله. انا كنت برن عليك عشان تشوف الراجل وهو بيمسك القافعة. وهو بيمسك القافعة. كان معاكم الصياد ابن الصياد. معاه هنا اهي. جابها بايد. انا برضه هنوريكم الالياف بتاعتها كويسة عشان برضه ايه؟
لا بس الراجل بيجيبهم بايده ما بيعزمش. ايه رنيمة ادناب بس اصبر. لا ده نكش عليها بالفاس وبابا. انت ما توقعش السنان هنا بقى يا احمد. ما تخافش ما تخافش مش بوقع انا بس ببان السن. السنان ده سنه واحده في المطار. لا خلاص النبي التاني زي ما يكون حد خبطها فيه. العيال بيمشوا هنا حافيين. ما تخافش. طب وقع فين عشانك نصهم بقى؟ وقعش وبيقعد انا بس ببان الانياب. امشي بلاوي. الحمد لله اني جبناها لانك داخله في فسد كده. امشي بلاوي وجعر بتاع الفار. ما تيجي انت هنا. الحمد لله اني جبناها.